يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص تجرد من المخيط في مطار الرياض وأحرم بالعمرة في المطار، ثم تعطلت الرحلة وألغيت، فلم يذهب وخلع إحرامه بعد ذلك، فماذا عليه الآن؟ فلم إيش؟ ثم تعطلت الرحلة وألغيت فلم يذهب وخلع الإحرام بعد هذا. ما يجوز له يخلع الإحرام، الرحلة فيه رحلات، فيه طائرات، يحجز الطائرة بعدها، لا يجوز لخلع الإحرام. نعم.